يعطيكم الصحة والعافية، معاكم أحمد بوعريكي. معانا اليوم الون بلس 3، وصراحة التليفون تأخر عليه شوي بس ضروري أبطل وياكم. أوريدي شفنا ناس وايد بطلت العلبة، بس هم للحين طبعا شعور عجيب لما أنت تهي تبطل العلبة والأول مرة حق جهاز جديد، جهاز أنت صدق ناطره عسى يتبطل. أوكي بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ون بلس 3، اللي يعرفني أنا لما أبطل أطالع التليفون أول شيء. أوكي لا لا، جهاز صراحة مسكته وايد وايد حلوة ومريحة، مصنعية جدا ممتازة، تحس أنت بالكيرفد أجز من الخلف، وصجنا مو ساندستون بس هم نفس الوقت مو أنودايزد ألومنيوم بالطريقة اللي أنا كنت متخيلها. لحين في نوع من يعطيك إنه قرب صراحة جدا ممتاز وقوي، شيء شريحتين وفي عليه سكرين بروتكتور من الأمام، شد بلاده الشركة حطت لنا إياها، توقع راح أشيلها. بسم الله هنشيل أول شيء هذه اللزقة. أنا الموديل اللي عندي هو موديل اليو كي، طابع من متجر مال اليو كي، فالمفروض يعني عندنا إحنا شبكات ماكو أي مشكلة. بسم الله شغلنا التليفون، المسكة مالته جدا ممتازة، الحافة من الخلف تذكرني بتليفونات سامسونج صراحة. هني هذا كنا سامسونج أو شاومي. التليفون ككل وايد يشبه الآيفون بالذات من تحت، نفس مكان فتحات USB Type C ومكان مالت الشاحن وكذي، ومن هني يشبه ال HTC ويشبه الواوي. التليفون ماخذ من كل تليفون صراحة من ناحية التصميم، جدا ممتاز المسكة لا إله إلا الله. حلو، أول ما نشغله راح نلقى Suggested Languages فوق، في عربي لا تحاتون شد بلاده، أنا حط English United States على ما يكمل ويبلش. فنشوف الحين شنو اللي موجود عندنا هنا بالصندوق. يا ريتكم حاطين لنا كفر، والله العظيم كان زين لو حاطين لنا هنا كفر نفس ما سويته بالون بلس اكس. بالون بلس اكس كان داخل علبة في كفر، هذا الدبوس علشان تبطل مكان السيم كارد، وعندك هنا مجلدات كويك ستارت جايد ما أعرف إيش. نشوف هنا اوبا كاهي طلعت. عندنا هنا الداش تشارجر يو اس بي تايب سي يو اس بي اي، ومثل ما قلت لكم هذا الشاحن مال يو كي فراح يشتغل عندنا على طول. راح استخدم الشاحن ماله اللي بالعلبه، كنا بنعرف الشحن السريع ايش كثر سرعته، اذا وايد سريع مثل ما هم تفضلوا وقالوا ولا لا، فلازم نستخدم الشاحن اللي هي وياه. خلينا نشوف الحين. حلو شيل الستيكر، ممتاز صار الشاحن عندنا جاهز. مو مستخدمين الفلات كيبل نفس كل مره، مستخدمين الكيبل العادي. وعندنا هنا نبل ستل فريند ات ون بلس اندرستاند ات ماني، اوكي مثل رساله شكر من شركه ون بلس مثل كانت. نرجع مره ثانيه حق التليفون، انا استخدم جوجل كيبورد، فالآن قاعد أشوف أن التليفون صراحة مسكته جدا ممتازة، وايد عطاني يعني إيحاء أنه وايد خفيف بعد بنفس الوقت، ما حسيت أن التليفون ممكن يكون له درجة خفيف. تليفون متكامل، ما يعني شركة ون بلس هذه السنة يعني أبدعوا صراحة. أنا اللي أشوفه أنهم يعني سووا حركة جدا ممتازة وما شفناها من شركات ثانية، من ناحية أنه ما فكرت بالجيميك نفس HTC 10، ما سوت جيميك ما جيميك، عطتك الشيء المطلوب، عطتك شيء تليفون متكامل راح يكون فيه الأمور اللي أنت تحتاجها ويشتغل بالطريقة المفروض هو يشتغل فيها. فبس إن شاء الله أستخدم التليفون أكثر وأعطيكم الطبيعة عنه إن شاء الله فيديوهات جاية. بس مبدئيا تليفون المصنعية مالته جدا ممتازة والشاشة مالته أوكي. خلينا نجرب التليفون وأعطيكم رأيي فيه خلال إن شاء الله أسبوع، يمكن أنزل لكم مراجعة الون بلس 3. فبس سامحنا على طالب سو ساوند، كنت تعيشون أحمد بوعريكي في مال الله الكريم.